تيست تيست 1 2 تيست يو جايز سو هلا نزلت لتحت الدرايفر عم يستنانا تحت امي صار لها يومين هون تقريبا وهلا بدها تسافر اللي رح نبدا حدا يترك الدرايفر سو كنت عم بحكي انه امي مسافر وطبعا احمل حفله وحعمل حفله الفيديو خطير رح نجرب كذا سياره فخليكم معنا سو هاي هي السيارة اللي معانا مرسيدس مايباخ S500 2016 طبعا هاي السيارة كتير نادرة نفس سيارة دي جي كاليد So guys this is the car from inside Check this out guys So amazing from inside You got هاي خاصية بالسيارة لازم أكون لامس اللي معاه مفتاح تبع السيارة أو سو لأني أنا مو ريجسترد للسيارة لهيك ما فيني أفتحها من ورا touch him blood connection طبعا الأبواب شفط This must be the legend of all time. 455 horsepower. تمشي من صفر ل 100 كيلومتر ب 5 seconds. What a fucking legend يا أخي. خطير أنا مش مستعد إمتى أخذ الليسن عشان خطيرة خطيرة. You never wash. Just rub. وفي أضوية هون تحت. أنتم شايفين حلوين. برا الشاشة. That's lit, bro. Let's go from 0 to 100 in 3 seconds. شو ها ايرون مان بمدينة باتمان؟ للناس اللي ما بعرف المدينة روح احضر الفيديو اللي قبله. سو هون تحت بيتنا سيارة صاحب اخوي. ميكلارن. هو قال لي انه مستعجل فخلينا نروح نلحقه بسرعة. So guys check this car, oh my days. إذا بتكون يعني أسوي تست درايف لهاي السيارة وصلوا الفيديو لمية لايك باي سو هلا هاي بتشبه الإنة بس لما يكون في شيء حوالين أخوي عمل هاي الأكلة لأنه أمي بتحبها كثير وأمي مسافرة بعد ساعتين هلا رجعنا عم نطبخ سامن طبعا هذا الصحن الابيض كبير اللي انا بحب دائما اكل فيه فرفشه سو هاي الدرايفر وصل بدنا نودي امي على المطار هلا احنا نازلين لتحت سكرت الباب على حالي وهي فتحته وصلنا على المطار اوف لما طلعنا كانت الدنيا معتمة هلا صارت صبح سو هاي وصلنا على المطار ويلكم خلينا نجيب الشنطة نطلعها كل الناس برا عم يستنوا هاي بتوقع اول مرة صارت بالتاريخ انه المطار مسكر فهلا احنا قاعدين عم نستنى المطار ليفتح كان كثير زحمان وبردان حتى اشوف المطار مبين فاضي جوا ولا في حدا اصلا بيشتغل اول مره بشوف هيك شيء انا دائما المطارات بتكون عجقه هاي هلا فتح بوابات شوف الدفى المطار فاضي ما في كثير ناس ابدا حاطين هون نو انتري اصلا ما في حدا اللي حطيته 1792 مستحيل سو هون لازم الكل يكون لابس كمامات وكفوف حتى انا حتى لازم تعبوا هاي الوراق قبل ما تطلع بالطياره لها علاقه بالكورونا فايروس سو احنا هون من تقريبا
ساعتين ونص، هلا صارت الساعه 6 الفجر. هلا احنا ركبنا بالقطار وراح نروح على ليفربول ستريت نتمشى شوي. احنا ما نمنا بعدنا فايقين من امبارح، صرنا تقريبا 24 ساعه. ما شوي راح نروح على البيت وننام شوي. طبعا هذا هو شعار لندن المعروف تبع الاندر جراوند. هلا احنا وصلنا لهون، صرنا تقريبا 4 ساعات طالعين. انا امي صارت واصله على هولندا، احنا لسه ما وصلنا هون. هلا وصلنا هاي البناية، قلنا 5 دقايق بكون عندنا.